السلام عليكم يا باشمهندسين، أخباركم عاملين إيه؟ كل سنة وأنتم طيبين، إن شاء الله ربنا يكرمكم السنة دي كده. النهاردة المفروض هنتكلم عن أنواع المباني الخرسانية. إحنا عندنا في نوعين من المباني، عندنا في نوع اسمه الول بيرنج سيستم، وعندنا في نوع اسمه سكيلاتون سيستم. النوعين دول بيختلفوا في إيه؟ هي بيختلفوا في طريقة نقل الأحمال طريقة نقل الأحمال للسويل. فإحنا عندنا في الول بيرنج سيستم أحملنا، إحنا مثلا لو في الدور ده أحملنا بأحمال الفلور كفر، بتاع الفلور كفر اللي هو عبارة عن السيراميك بالمونة بالرملة، كل الأحمال دي لازم تتنقل لحاجة، لازم تتشال على حاجة وإلا هنقع. فالأحمال دي رايحة لإيه؟ رايحة لعنصر اسمه السلاب او البلاطه. يبقى اول عنصر انشائي في نظام الول بيرنج سيستم هو البلاطه، والبلاطه دي اهميتها في ايه؟ اللي هي بتكاري اللودز بتاعتنا الرئيسيه. احنا واقفين اهو، لازم يبقى في هورزونتال المنت يشيل الاحمال بتاعتنا، باحمال السيراميك، باحمال الاجهزه، باحمال المكاتب، باحمال الانتريهات، السرايق، كل الاحمال ديت لازم تروح على الهورزونتال المنت او الهورزونتال ستراكشرال المنت. يبقى اول تعريف حاجه اسمها الاستراكشرال اللي هو عنصر انشائي. يبقى اول عنصر انشائي هو عباره عن البلاطه او السلاب، وايه اهميته؟ هو بيكاري الاحمال بتاعتنا كلها، بيكاري الاحمال بتاعتنا كلها هورزونتالي. احنا شايفين السلاب ده عنصر افقي ليه تخانه، بنسمي التخانه دي اسمها تي اس، وهو بيبقى لازم يبقى بايه؟ بكامل الاريا بتاعت المبنى. تمام كده؟ طيب يبقى ليه تخانه تي اس وكامل اريه المبنى. طب العنصر ده عنصر افقي زي ما اتفقنا. طيب عشان ننقل الاحمال ديت، يعني انا لو سبت العنصر ده كده في الهواء هل ينفع؟ ما ينفعش. فبنحط فيرتيكال اليمنت. الفيرتيكال اليمنت في حاله الول بيرنج سيستم، نركز بقى، الاستراكشر اليمنت اهو اللي هو الفيرتيكال اليمنت، بتاع الفيرتيكال اليمنت هو عباره عن ايه؟ الحوائط او الوولز. الحوائط او الوولز هي الفيرتيكال اليمنت اللي هتشيل البلاطه وتنقلها للسويل او تنقلها تحت. يبقى احنا عندنا اللودز بتاعتنا جوه، احنا قاعدين جوه اهو بالاحمال بتاعتنا كلها بكل انواعها، راحت الهورزونتال المنت اللي هو السلاب، وعن طريق كونكشن معينه هنعرفها كمان شويه اللي هي حاجه اسمها المخده، اللودز بتاعتنا انتقلت من السلاب للحوائط. جميل كده لحد دلوقتي؟ بعد ما اللود بتاعنا راح للحوائط ايه اللي بيحصل بقى؟ اللود بتاعنا يبدا ينزل، والمفروض ينزل على السويل. اوبا، لا ما ينزلش على السويل. ايه بقى؟ بص يا سيدي، اللود بتاعنا لو نزل على السويل، اللود بتاعنا هيكون على اريا صغيره قوي. احنا عارفين الحوائط الحيطه بتبقى عرضها قد ايه؟ لا اما 12.5 سم لا اما 25 سم. فالاريا اللي هتكون تحت الحيطه صغيره، مع الفورس لو الفورس ثابته والاريا صغيره ايه اللي يحصل؟ الاستريس هيبقى عباره عن ايه؟ مش احنا واخدين الاستريس هو عباره عن فورس على الاريا؟ لما تبقى الاريا صغيره ايه اللي يحصل؟ الاستريس الاجهادات تبقى عاليه جدا، وبالتالي هبقى اكيد هعدي البيرنج كاباستي بتاعت السويل. احنا ناس شاطرين في الفاونديشن وعارفين ان السويل ليها بيرنج كاباستي او ليها يعني ستريس ماكسيمم او سترينث في الكومبريشن اللي هي عباره عن البيرنج كاباستي. طيب اعمل انا ايه عشان ما اوصلش للبيرنج كاباستي بتاعت السويل وما عديهاش، وبالتالي المنشا بتاعي يبقى ان سيف؟ يبقى نعمل ايه؟ احنا كده كده عندنا فورس ثابته، اكيد مش هقلل احمالنا. امال اعمل ايه بقى؟ في الاريا اكبر الاريا. يبقى انا اللود بتاعي نازل على ويت 12.5 او 25 سم زي ما اتفقنا اللي هو سمك الحيطه، هوسع الاريا بتاعته فاكبر، اطلع بفاونديشن انزل على فاونديشن بعرض اكبر، وبالتالي لما العرض يكبر ايه اللي يحصل؟ الاريا تزيد، وبالتالي لما الاريا تزيد ايه اللي يحصل؟ الاستريس بتاعي يقل، ولما الاستريس بتاعي يقل يبقى انا ببعد عن البيلنج كاباستي، وبالتالي المنشا بتاعي يبقى ان سيف، يبقى انا نقلت الاحمال بتاعتي بطريقه امنه للسويل عندي. مهم جدا تبقى عارف ان احنا عندنا الحيطان هنا شغاله كمين ستراكشر اليمنت او فيرتيكال اليمنت، تمام؟ زي ما احنا متفقين. عشان كده الفتحات احنا محكومين بالفتحات بقى، ما ينفعش نقعد نكتر في الفتحات، لان الفتحات هتبقى عباره عن نقط ضعف في السيستم بتاعي. جميل؟ طيب ده كده اول نوع اللي هو اسمه الوول بيرنج سيستم. النوع الثاني بقى اللي هو عباره عن ايه بقى؟ حاجه اسمها السكيلتون سيستم او المباني الهيكليه. المباني الهيكليه زي ما واضح عندنا في الصوره هو عباره عن ايه؟ ان احنا احملنا في دور ما، مثلا الدور ده الاحمال بتاعتنا اتفقنا متشال على ايه؟ اللي شايل كل الاحمال بتاعتنا بالكمبيوتر بكل الاحمال، اي احمال ايه اللي شايلنا؟
الكراسي، كل ايه اللي شايل كل الكلام ده؟ بنعمل حاجه اسمها، اتفقنا هورزونتال اليمنت، حاجه اسمها سلاب او بلاطه. السلاب او البلاطه دي عباره عن تخانه تي اس. السلاب او البلاطه دي اتفقنا هي هورزونتال اليمنت. جميل. بعد ما انا نقلت الاحمال بتاعت الهورزونتال اليمنت عايز انقلها للفيرتيكال اليمنت، نظام السكيلتون سيستم لا، بيعمل ايه بقى؟ بينقل الاحمال بتاعت الهورزونتال اليمنت اللي هو عباره عن البلاطه، بينقلها للهورزونتال اليمنت بس اقوى. يعني ايه اقوى؟ يعني الاستيفنس بتاعته اعلى. يعني ايه الاستيفنس بتاعته اعلى؟ يعني التخانه بتاعته اعلى، او الكونكريت دايمنشن بتاعته اكبر. الكونكريت دايمنشن بتاعته اكبر، حاجه بنسميها بيمز او كمرات، هي العناصر ديت. لو انت شايف، لو انت مركز كده، هتلاقي في عناصر ليها تخانه اكبر من تخانه البلاطه. ادي تخانه البلاطه اهي، ليها تخانه صغيره، لكن البيم ديت بيبقى تخانتها كبيره، او الدبس بتاعها كبير، بيبقى اقوى من البلاطه. الهورزونتال اليمنت، طب ما انا نقلت كده اللود بتاعي من هورزونتال اليمنت اللي هو البلاطه لهورزونتال اليمنت الثانيه اللي هو الكمرات، وبعدين بقى ما احنا كده برضه لسه ما عايزين ننقلها للسويل. فبنعمل، بنشيل بقى الكمرات ديت. لو انت شايف مثلا كل كمره، مثلا الكمره ديت اهي، الكمره بتشال على ايه؟ اهو عمود وعمود، حاجه اسمها كولومز. يبقى انا دلوقتي بقيت الفيرتيكال اليمنت بتاعي كان هنا ايه؟ حيطه على كامل طول المبنى، صح ولا لا؟ هنا انا الهورزونتال الفيرتيكال اليمنت بتاعي هو عباره عن كولومز، اعمده شايله الكمرات اللي شايله البلاطه. يبقى انا اللود بتاعي هنا، انا واقف هنا اهو مثلا، الشخص ده نزل راح لايه؟ كل حاجه لازم يروح للبلاطه، تمام؟ يبقى راح للبلاطه اللي هي بالتخانه الصغيره اللي احنا اتفقنا اللي هي هتبقى 12 سم مثلا. بعد ما بيروح للبلاطه بيتنقل لايه؟ بيتنقل لحاجه اسمها الكمرات او البيمز. وبعد ما بتنقل للبيمز او الكمرات، بعمل فيرتيكال اليمنت على مسافات محدده انا اللي بحددها كانشائي، والفيرتيكال اليمنت ده بنسميه كولوم او عمود. جميل. يبقى انا اللود بتاعي راح للبلاطه، وبعد كده راح للكمره او البيم، وبعد كده راح للعمود، وبعد كده بينزل على فاونديشن. اتفقنا ليه بينزل على فاونديشن؟ انتوا اساتذه، لان انا عندي الفاونديشن ليها بيرنج كاباستي، وانا مش عايز اعدي البيرنج كاباستي، عايز اقلل الاستريس عشان ما اوصلش للبيرنج كاباستي، فبكبر الاريا. لو عايز تفهم الموضوع ده اكتر، لو انت وقفت على رمله بموز الجزمه، ايه اللي هيحصل لك؟ هتغرز. ليه غرزت؟ عشان انت وقفت على اريا صغيره، فكبرت الاستريس على السويل، فما قدرتش تشيلك. على عكس لو انت وقفت بايه؟ ببوت كبير او جزمه كبيره، هتلاقي نفسك ثابت اكتر. عشان كده مثلا في السكيت بوردنج ايه، بيبقى الاريا بتاعت الاريا بتاعتنا بتبقى كبيره، فبتقدر ايه؟ توزن نفسك على الرمله. طيب كده احنا اتعرفنا على ان تو سيستمز بتوعنا اللي احنا هنتعرض ليهم الترم ده ان شاء الله. ناخد بالنا بقى ان ايه، ان في سيستمز ممكن تبقى كومبايند، بس ده ان شاء الله مش هنشوفه. فغالبا هو السيستمز بتاعتنا يا اما وول بولينج سيستم، يا اما سكيلتون سيستم. طيب هنبدا بقى نخش بالتفصيل على نظام الوول بيرنج سيستم. اول حاجه لازم نبقى عارفينها حاجه اسمها اللود باث، او مجرى اللود، او اتجاه اللود، او اللود ماشي ازاي. الوول بيرنج سيستم زي ما احنا متفقين، ادينا احنا مثلا ده منشا اهو وول بيرنج، احنا واقفين في دور ما وليكن في الدور ده، اتفقنا الاحمال بتاعتنا راحت لايه؟ كل حاجه السلاب شايلانا، شايله السيراميك، شايله الاجهزه، شايله الكتب، شايله كل الحاجات اللي موجوده في الدور. ده هورزونتال اليمنت، اتفقنا ان ده هورزونتال اليمنت، لازم يبقى في فيرتيكال اليمنت شايلنا، ولا احنا طايرين في الجو بالبلاطه؟ اكيد لا. اتفقنا ان الفيرتيكال اليمنت في الحاله ديت حاجه اسمها الايه؟ الحيطان. الحيطان اللي هي الوولز، تمام؟ يبقى احنا عندنا اللود راح للبلاطه، والبلاطه دي هي اللي شايلانا. طب والبلاطه ايه اللي شايلها؟ الحيطه. طب والحيطه ايه اللي شايلها؟ الفاونديشن. مظبوط. ليه؟ عشان الفاونديشن تنقلها للايه؟ للسويل، وبالتالي المنشأ بتاعي يكون امن وثيق. نظام الوول بيرنج سيستم، تعالوا كده نقسم الكومبوننتس بتاعتنا بطريقه ثانيه. عايزين نقسمها بعض عناصر انشائيه وعناصر غير انشائيه او عناصر معماريه. العناصر الانشائيه زي ايه يا باشمهندسين؟ احنا متفقين عناصر انشائيه تعريفها هي العناصر اللي بتكالي اللودز. طب في نظام الوول بيرنج اللي بيكالي اللود عندنا، اتفقنا عندنا اول حاجه البلاطه الهورزونتال اليمنت، وعندنا الحيطه، وعندنا الفاونديشن، وعندنا في حاجه اسمها ايه؟
الوول سلاب كونكشن اتفقنا اللي هي المخده، ودي هنشرحها بالتفصيل كمان شويه. تمام كده؟ يبقى احنا عندنا بلاطه، حيطه، فونديشن، وفي كونكشن ما بين الحيطه الحيطه والبلاطه عشان تسهل نقل الاحمال. النون ستراكشر اليمنت زي ايه؟ زي عندنا الشبابيك، الشباك ما بيشيل الاحمال، ده بالعكس ده مكان ضعف في ايه؟ في الحيطه. وعندنا في حاجه اسمها الدورز او الابواب. عايزين نتعلم دلوقتي بقى الرسم، وقبل ما نتعلم ازاي نرسم او نطلع لوح انشائيه لازم نعرف المعماري، نفهم لوحه المعماري. جميل؟ طيب لوحه المعماري بتتكون من ايه بقى؟ اول حاجه اكسيس. الاكسيس دي بقى عباره عن ايه؟ الاكسيس دي هي عباره عن محاور. المحاور دي بيديها نوتيشن حجم المنظر ده كده، يبقى ده كده محور، والمحور ده بيدي له بار مارك او بيدي له رقم، مثلا وليكن رقم او سيمبل، بيدي له سيمبل يعني مثلا وليكن ايه، ويقعد يبدا يحط بيرس، بيحط اكسات، ويحط على كل اكس بيحدد بالاكسات ديت، بيعرف بقى ايه، بيحط بقى الحيطان، بيحط الويندوز، بيحط الابواب. الكلام ده هنشوفه كمان شويه، بس اهم حاجه لازم تبقى عارف ان ايه الانوتيشن بتاع الاكسيز هو بحجم المنظر ده، خط دوت خط دوت خط دوت. جميل؟ لازم تبقى عارف ان الاكسات ديت هي يعني هي الاساس بتاع اللوحه، هي دي اللي بترمط ما بين المعماري وما بيننا كانشائيين. يبقى انا ابقى عارف مثلا ان في حيطه على اكس ايه ما بين محور واحد واثنين، احط انا كاميرا على محور مش عارف كذا كذا كذا. اللي بيربط ما بين دايما المعماري والانشائي والميكانيكا اللي هو هيشتغل، اللي بيربط ما بيننا كلنا ايه؟ هي الاكسات ديت. فدي حاجه مهمه جدا، لازم اللوحه بتاعت المعماري تكون موجوده، يكون حاططها في اللوحه. طيب تاني حاجه الويندوز او الشبابيك. طيب الشبابيك لازم نكون عارفين شكلها في البلان، المعماري بيطلعها بالطريقه دي، بيحطها عن طريق خطين تقال وخطين خفاف. ده كده الوول بتاعتي، ادي ده كده في البلان، دي الحيطه، وبعد كده ده الشباك. اتفقنا في خطين تقال وخطين خفاف. جميل كده؟ ده الانوتيشن ده لو انا خدت ايه؟ كاني قطعت في الشباك كده افقيا وببص كده من فوق. جميل؟ كده شكل الايه؟ الشباك بتاعي امبلان. شكل في الكروس سيكشن او في الاليفيشن هيبقى شكل عامل ازاي؟ لو انا خدت كروس سيكشن في الشباك كده، لو انا جيت هنا كده وخدت كروس سيكشن بالمنظر ده، هشوف ايه؟ هشوف انا ده كده بلاط الدور اللي فوق، تمام؟ وبعد كده ادي البلاطه نقلت لحاجه اسمها المخده اللي احنا اتفقنا عليها، هنتكلم عنها كمان شويه برضو تاني. المخده دي هي عباره عن 25 سنتي، دايما بتربط ما بين الحيطه والبلاطه، يبقى اي مكان ربط ما بين الحيطه والبلاطه لازم اشوف المخده ديت اللي هي 25 سنتي، وبعد كده الاقي الحيطه، وبعد كده المفروض الاقي الشباك. اوبا، ايه اللي محطوط ده بقى؟ محطوط هنا حاجه اسمها عتب. اول حاجه لازم تبقى عارف ان الحيطه بنرسمها عن طريق ايه بقى؟ انت قطعت ورسمت اهو حيطه بخطين بالعرض بتاعها، اتفقنا ان العرض ده او هنتفق كمان شويه ب 25 سنتي. طيب الحيطه بن الهاتش بتاعها، او لازم بنهتشها قدام قطعنا فيها زي ما احنا عارفين، التهتيشه بتاعت الحيطه هي عباره عن ايه؟ خطين ونسيب مسافه، خطين ونسيب مسافه، خطين ونسيب مسافه. يعني الحيطه لما بنقطع فيها بنعرف ازاي ان دي حيطه؟ ان هي عباره عن خطين وبعد كده اريا وبعد كده خطين وبعد كده اريا وبعد كده خطين وبعد كده اريا. التهتيشه دي مختلفه، هتلاقي ان التهتيشه دي خطوط متوازيه ورا بعض، مش خطين ومسافه وخطين ومسافه، لا خطوط ايه منتظمه كده بميل 45 درجه. التهشير ده بيبقى تهشير الخرسانه المسلحه بتاعتنا، يبقى احنا تهشير الخرسانه المسلحه هي عباره عن المنظر ده. فاحنا عندنا البلاطه دي بتبقى ار سي او رينفورسد كونكريت وهي خرسانه مسلحه، فعشان كده لازم نديها انوتيشن اللي هو ايه؟ خطوط متوازيه بمسافات ثابته. لكن لما بنيجي بعد ما بنقطع في البلاطه بنقطع في ايه تحت؟ ده بيبقى حيطه.
والحيطه بنعبر عنها عن بالطريق ايه؟ اتفقنا العرض ده كده، العرض اللي هو البي بتاع الحيطه اللي هو اتفقنا 25 سم، وبعد كده الانوتيشن بتاع او الهاتش بتاعه هو عباره عن خطين مسافه خطين مسافه خطين مسافه. انا دلوقتي المفروض كانت الحيطه تنزل وبعد كده الاقي في حته ما شباك. طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي انا حطيته؟ ليه حطيت خرسانه تاني؟ ليه حطيت عنصر انشائي هنا؟ او مش يعني ليه حطيت العتب ده؟ ده حاجه اسمها عتب. طب العتب ده بقى ايه اهميته؟ او ليه حطيت انا عنصر ايه خرسانه مسلحه هنا؟ بص بقى هتلاقي ان في، لو انا بصيت الكلام ده في الاليفيشن هلاقي ايه؟ ان في البلاطه بتاعتي فوق وبعد كده في الحيطه، ادي دي الحيطه، ده الجزء بتاع الحيطه اللي فوق، وبعد كده فجاه لقينا اريا مفتوحه اللي هي الشباك. طب لو ما كانش العتب ده موجود، العتب ده هو عباره عن ايه؟ اتفقنا هو عباره عن خرسانه مسلحه، عشان كده احنا حاطينه ايه؟ بتهشير منتظم. طيب الكروس سكشن اريا حد يعرف يقوله؟ لو انا قطعت كده هنا هشوف ايه؟ تمام، عرض الحيطه اللي هو البي والارتفاع بتاع العتب ده اللي هو اللي انا بقول لك عليها بيبقى 25 سم، يبقى انا عرض الحيطه اللي هو 25 سم والارتفاع اللي هو 25 سم. ده كده لو خدت كروس سكشن هنا، لو انا قطعت في العتب ده هشوف ايه؟ 25 في 25، وهشوف تهشير اللي هو احنا اتفقنا منتظم اللي هو هيطلع حاجه بالمنظر ده. اهميته، طب تخيل اللي هو مش موجود، ايه اللي هيحصل؟ انا بتاعتي البلاطه بتاعتي هنا، احمالنا راحت على الحيطه، جميل، ادي الاحمال بتاعتي نازله، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هلاقي الشباك، والشباك ده فويد او مكان يعني ما شايل احمال، فايه اللي يحصل للحيطه دي؟ لا اما هتنهار لا اما هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها ديفليكشن بقى كبير جدا، ويحصل للشباك ما يقفلش، ويحصل مشاكل بقى، ده ان ما وقعش اصلا. فلازم عشان احمي الجزء ده لازم اعمل ايه بقى؟ فانا بنحط العتب ده، وبالتالي اللود بتاعي ينتقل ازاي بقى؟ احنا جينا فتحنا بقى الكلام ده، هتلاقي ان اللود بتاعنا يتنقل ازاي؟ يجي هنا ويتنقل عن طريق العتب للحيطه هنا، وعن طريق العتب للحيطه هنا. جميل؟ ده اهميه العتب، عشان كده ده بنحط العتب في الحاجه بالمنظر ده. حاجه مهمه جدا بقى برضو الشباك، لما قطعنا فيها هنبينه برضو خطين خفاف من بره وخطين تقال، ادي دول خطين خفاف من بره كده وخطين تقال. العرض ده اتفقنا اللي هو عرض الحيطه، وبعد كده الشباك ده بيبقى على ارتفاع من الجراوند، يبقى انا عندي ده الارض. احنا بنلاقي الشباك على مسافه، ما ينفعش كده والا هنقع، وبالتالي بنعمل كده الاول مباني وبعد او الطوب وبعد كده الشباك. اهو لازم يبقى في طوب وبعد كده شباك، احنا واقفين هنا مثلا عشان ما نقعش. فايه الارتفاع ده بنسميه حاجه اسمها جلسه الشباك، وهي بتبقى من 90 سم لمتر 20 لو ما كانتش جيفن، ممكن تاخدها باي قيمه وليكن مثلا ناخدها بمتر، انت ليك الحريه ان انت تختار القيمه اللي انت عايزها. مهم جدا تركز ان الخرسانه المسلحه البلاطه هي عباره عن خرسانه مسلحه، وبالتالي لازم تهشيرها يكون بالمنظر ده، خطوط متوازيه. مهم جدا تبقى عارف ان الحيطه بتتهشر بطريقه مختلفه اللي هو خطين مسافه خطين مسافه خطين مسافه. مهم جدا تبقى عارف ان العتب هو عباره عن خرسانه مسلحه، يبقى احنا عن طريق الماتيريال بنعرف طريقه الايه؟ الهاتشنج. الشباك اتفقنا خطين خفاف وخطين تقال. تالت حاجة الدايمنشنز، لازم المعماري بعد ما حط اكسات وحط شبابيك بيحط الدايمنشن، بيحط الليفلز. الليفلز دي هي عبارة عن المناسيب بتاعت الايه؟ البلاطة مثلا، بيحط مناسيب العتب، بيحط مناسيب الشباك، كل المناسيب لازم يحطها، وهنفهم الكلام ده كمان شوية. الاستخدامات، والاستخدامات دي يعني ايه؟ يعني الاريا بتاعتي دي مثلا انا عندي اريا هنا هعملها بيدروم، هعمل هنا دي ماستر، هنا ده التواليت، مش عارف هنا هعمل المطبخ، هنا التراس اللي هو البلكونه، كل اليوسج ده اللي بيحط المعماري. جميل؟ بعد كده بيحط برضو الدورز والانوتيشن. احنا اهم حاجه لازم نعرفها عن الدورز ان ارتفاعه مثلا بيبقى في حدود 2 متر 20 لو ما كانش جيفن، والعرض بتاع الباب اللي هو 90 سنتي. ده بيبقى الانوتيشن، بيبقى عندي حيطه وعندي حيطه وفي باب بيربط ما بينهم. الباب ده احنا عارفين طبعا ان الباب بيبقى ليه اتجاه للقفل والفتح، فهو ده بنعبر عن ده الباب اهو، ده ال 90 سم
وبعد كده اتجاه قفله وفتحه ازاي؟ اهو على الكيرف ده، يبقى احنا بنعبر عنه عن الكيرف اللي هو اتجاه القفل والفتح، وعن طريق الباب ذات نفسه بالسمك بتاعه. جميل؟ كده لوحه معماريه يا شباب، زي ما احنا شايفين اول حاجه الاكسات، اهو هو حاطط اكس فيرتيكال واكسات هوريزونتال، زي ما احنا شايفين خط نقطه خط دوت خط دوت، والاكسات ديت هي متوزعه في الهوريزونتال والفيرتيكال دايركشن. هتلاقي في هنا اهو خطين خفاف وخطين تقال من بره ومن جوه، ده كده معناه ان ده ايه؟ شباك. تمام؟ وادي الحيطه بتاعتي. جميل، وما بتتهشرش في حاله المعماري. وبعد كده عندنا في ابواب، فين مثلا الباب اهو، ده باب ده باب اهو، ده ادي ده عرض الباب، وادي ده قفل وفتح الباب، ده باب برضو. الدايمنشنز هتلاقي ان المعماري لازم يطلع لنا 3 خطوط دايمنشن. اول خط هو عرض الواجهه في الاتجاهين، ادي ده مثلا عرض الواجهه هنا 9.5، عرض الواجهه هنا 11 وشويه. لازم يطلع لي المسافه ما بين الاكسات، ما بين كل اكس واكس، لازم يطلع لي المسافه ما بين المسافه بتاعت كل فتحه او اي تغير في المعماري لازم يقوله. فهنا مثلا ماشي من هنا فجاه لقى شباك، يبقى يقول لي مثلا الشباك ده على مسافه من وش المبنى كذا، وبعد كده الشباك ده عرضه كذا، وبعد كده الشباك ده على بعد من الواجهه الثانيه كذا، والتراس ده على بعد كذا، وهكذا في الاتجاهين. هنا مثلا اهو البلكونه ده عندي هنا بلكونه، عندي هنا بابين للبلكونه زي ما احنا عارفين، فلازم اقول ايه؟ ان البلكونه دي على مسافه 1.34 من الواجهه من بره، وبعد كده عرض البلكونه او عرض باب البلكونه متر 64 مثلا، وبعد كده في تغير في المبنى حصل، فهيبقى في هنا متر 21، وبعد كده ما فيش اي شباك ولا اي باب، فهلاقي 5 متر 31 منتظم. جميل؟ كده الرسم المعماري. خد بالنا بس ان المعماري لما ايه رسم، ما رسمش ما عملش هاتشنج للحيطه. ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، ان المعماري لما بيجي يرسم بيقطع دايما ويبص لتحت. ليه بيقطع ويبص لتحت؟ لان هو بيهمه الاستخدامات بتاعت الايه؟ اليوسج بتاعت الايه؟ بتاعت المبنى بتاعت الايز، وبالتالي مثلا عايز يقول لي ده بيدروم ده ريسبشن، عايز يقول لي نوع الارضيات، فكل الكلام ده مش هيبان غير لما يقطع ويبص لتحت. لو قطع وبص لفوق هيشوف ايه؟ هيشوف البلاطه. هل يهم المعماري البلاطه؟ ما يهموش، هو يهمه ايه؟ الارضيه نوعها ايه؟ خشب، ارضيه سيراميك، بلاط، فاهم قصدي؟ فهي دي النقطه. فعشان كده دايما المعماري بيقطع ويبص لايه؟ لتحت. عايزين نتكلم بقى عن structural drawings، عايزين نطلع لوح إنشائية. ومن كلمة structural drawings لازم تبقى واخد بالك إن إحنا في structural drawings ما بنطلعش غير الحاجات الإنشائية فقط، أي حاجة معمارية ما بتظهرش معانا، فدي حاجة مهمة لازم نبقى إيه عارفينها. طيب يبقى دي القاعدة رقم واحد. يبقى القاعدة رقم واحد إيه بقى؟ إن اللوح الإنشائية ما ينفعش احط فيها حاجه ايه معماريه، لازم الاستراكشر اليمنتس بس هي اللي بتبان. طيب واحنا اتفقنا في نظام الورك بيرنج ايه الاستراكشر اليمنتس؟ عندنا اول حاجه السلاب، خانه البلاطه ديت، احنا اتفقنا البلاطه ليها تخانه صح ولا لا؟ التخانه بتاعت البلاطه دي هنفترض، احنا طبعا لازم تبقى عارف ان احنا النهارده احنا بنتكلم في رسم، احنا بنعلمك بس ازاي تطلع رسم، لكن لازم تبقى عارف ان انت اللي بعدين على مدار الترم ده والترم اللي جاي والسنه الجايه والسنه اللي بعدها ان شاء الله، انت هتتعلم تصمم العناصر الانشائيه كلها. يعني ايه تصمم بقى العناصر الانشائيه كلها؟ يعني انت هتتعلم ازاي تطلع تخانه البلاطه، ازاي تحط فيها حديد بحيث ان هي تكون امنه، ازاي تجيب تخانه مثلا تخانه القمر لو في قمر، ازاي تحسب الفاونديشن، الكلام ده كله. الحسابات دي كلها انا عارف ان دلوقتي انت ما مش عارف حاجه، فعشان كده لسه ما تعرفش ازاي بتعمل ديزاين للاليمنتس دي. احنا بس عايزين النهارده نتعلم بس ازاي نرسم، وبعد كده هتتعلم ان شاء الله تحسب القيم دي. يعني القيم دي هي بتتحسب، بس انت مش عليك حسابها دلوقتي. مرحله ما هنعرف هنعلمك ازاي تحسبها. طيب انت دلوقتي عليك بس ان انت تاخد شويه قيم كده
تعرف اللي هي دي حاجه امبيريكال، وهتعرف بعد كده انت هتبقى عارف اللي انت ازاي تصممها وتطلع التخانه دي بالظبط وتحسبها بالملي. تمام؟ فاحنا مبدئيا كده هنتفق مع بعض ان احنا هناخد تخانه البلاطه 14 سم، تخانه الحيطه 25 سم، طبعا احنا عارفين تخانه الحيطه يا اما 12 يا اما 25. فالسلاب بيم كونكشن اللي هي العتب لو تفتكروا اللي احنا لسه شارحينها من شويه هي عباره عن 25 سم، والفاونديشن. طيب الفاونديشن بتاعتي هتبان بقى، احنا متفقين اهميه الفاونديشن اللي احنا نكبر الاريا بتاعتي، وبالتالي مثلا لو انا ببص هنا في الاليفيشن ادي الحيطه بتاعتي بالعرض اللي هو 25، بتنزل على حاجه اسمها دليل المباني. دليل المباني ده ارتفاعه 10 سم وبالعرض بتاع الحيطه. ايه اهميه دليل المباني ده؟ بحيث ان الراجل البنا اللي بيجي يبني يحط الطوبه على طول، ما يبقاش ما يتلخبطش مثلا ويجيب الطوبه ايه يمين او شمال، ما تبقاش سنتر متسنتره مع القعده. خد بالك ان هنا دي حيطه، فعشان كده عملنا لها انوتيشن بالمنظر ده، اتفقنا ان الحيطه بنعمل لها انوتيشن او هاتشنج، بنعمل لها هاتشنج بخطين المسافه، خطين المسافه. بعد كده بننزل على اول نوع من الفاونديشن اللي هو عباره عن الرينفورسد كونكريت فاونديشن او الخرسانه المسلحه اللي هي شايله الاحمال بتاعتنا. طيب والخرسانه المسلحه بنعبر عنها ادم هي رينفورسد كونكريت، الخرسانه المسلحه هي رينفورسد كونكريت، وبالتالي بتبقى خطوط متوازيه 45 درجه على مسافات متساويه. طيب ابعاد الفاونديشن ديت اتفقنا احنا هنتعلم بعد كده نصممها، النهارده هناخدها امبيريكال، وليكن التخانه تي ديت او الارتفاع ده اللي هو التخانه ده هنسميه تي انفورسد كونكريت فاونديشن او تي ار سي، وهناخده ب 60 سنتي. جميل. والعرض هناخده في حدود من متر زي ما انت عايز، احنا زي ما احنا متفقين هنختلف كتير في القيم دي زي ما الدكتور قال في المحاضره. هنشتغل هو الدكتور في الليكتشر نوتس بيشتغل اللي هي متر، فهنشتغلها مثلا متر، وناخد بالنا ان احنا بعد كده على بعد كده بعد ما الفونديشن دي انا كبرت الاريا اهو، انا كنت نازل على 25 لو كنت نزلت على السلكت الاريا الصغيره الاستريس يبقى رهيب، وبالتالي انا كبرت الاريا شويه وبالتالي قللت الاستريس على التربه. لا ده بالعكس، ده قللتها اكتر واكتر وعملت حاجه اسمها فرشه نظافه عشان تسويه للسويل وعشان برضه تحسن نقل الاحمال وكل الكلام ده. فوسعت الاريا وعملت فرش حاجه اسمها فرشه نظافه او بلين كونكريت. البلين كونكريت ديت هي عباره عن خرسانه بس خرسانه مش مسلحه. خد بالك الانوتيشن بتاعها اختلف، يعني الهاتشنج بتاعها بقى ايه؟ هاتشنج للبلين كونكريت حاجه بالمنظر ده. يبقى ده الشكل لو انا خدت كروس سيكشن في اي حيطه، يبقى الحيطه نزلت، فانا نزلت على ايه؟ على دليل المباني، والدليل المباني ده اهميته اللي هو ارتفاعه 10 سم وعرضه 25 بعرض الحيطه، ايه اهميته؟ عشان الراجل بنا يجي يحط الايه؟ الحيطه بعد كده بعد ما احنا بننفذ الاول الفاونديشن، فيجي وهو بيحط الحيطه يحطها بطريقه سهله ما يتلخبطش ما يعملليش مشاكل. بعد كده في حاجه اسمها الرينفورسد كونكريت، واتفقنا ابعادها هناخدها امبيريكال لحد ما نتعلم ازاي نطممها. ده كده الكروس سيكشن. هنلاقي ان بعد كده الاحمال اتنقلت للبلين كونكريت، والبلين كونكريت نقلها هنا ايه؟ للسويل بتاعتي. صح ولا لا؟ جميل. خد بالك احنا ليه؟ احنا هناخد بالنا ان البلين كونكريت خدناها بتخانه 30، واتفقنا ان احنا هناخدها دلوقتي قيم امبيريكال 30 سم، احنا ممكن ناخدها من 10 لحد 40 سم او من 20 لحد 40 سم حسب الحاله بتاعت السويل. هناخدها مثلا هنا 30، تاخد بالك ان احنا الترطفه اللي ما بين الار سي والبي سي اللي هي المسافه دي، شايفين المسافه دي والمسافه دي، احنا كبرنا الاريا بتاعت البلين كونكريت عن الريفورسد كونكريت بمسافه من الناحيتين. المسافه دي بناخدها بقد ايه؟ بناخدها بالتي بي سي. حد يقول لي ايه هي التي بي سي؟ هي التخانه بتاعت البلين كونكريت، التخانه بتاعت البلين كونكريت اللي هي ال 30 سنتي. جميل جدا. ليه بقى؟ عشان احنا عارفين دايما او لازم تبقى عارف ان الاحمال بتاعتنا بتتنقل عن طريق 45 درجه، الانفورسد كونكريت هنلاقيها ب 45 درجه، فلما تتنقل ب 45 هتلاقي ان المسافه دي اللي هي التي بلين كونكريت هي المسافه دي، لازم تبقى هي المسافه دي عشان تبقى الزاويه 45، وبالتالي عرض القاعده العاديه تكون افكتيف، وبالتالي دايما عرض البلين كونكريت هو عباره عن ايه بقى؟ عرض البلين كونكريت هو عباره عن 1.2 اللي هو عرض الرينفورسد كونكريت، وزودت عليه كانت البلين كونكريت مضروبه في 2 لان انا عندي من الناحيتين. تمام كده؟ بس لازم تبقى واخد بالك من القصه دي. طيب لو احنا عايزين
لو احنا عايزين نرسم الكلام ده في البلان، يبقى انا لو عايز اخد كروس سيكشن كده وابص في البلان، هل الكلام ده هيبان عندنا ازاي؟ انا قطعت هنا في ايه؟ في الحيطه، يبقى الحيطه هتبان عندي بالعرض ده وماشيه ممتده بقى، الحيطه بتاعت المبنى ماشيه. بعد كده ايه اللي باين عندي؟ انا قطعت هنا، يبقى انا ايه اللي باين هيبان عندي لما ابص في البلان؟ شايف الخط ده، الخط الفيرتيكال ده والخط الفيرتيكال ده، هشوفهم لما اشوفهم في البلان هشوفهم عاملين ايه؟ مش احنا متفقين ان القاعده لازم تحوط الحيطه، لان انا بنقل اللودز من الحيطه للسويل، وبالتالي ادام الحيطه ماشيه لازم الفونديشن بتاعتي تبقى ايه؟ ماشيه. يبقى اول حاجه ده كده كده، يبقى هو ده كده الايه؟ الرينفورسد كونكريت هيبان عندي بالعرض ده، العرض ده اللي هو اسمه الايه؟ ال رينفورسد كونكريت، او عرض الرينفورسد كونكريت، او هنسميه افضل بي رينفورسد كونكريت. وبعد كده على مسافه اوسع هلاقي ايه؟ البلين كونكريت. المسافه من هنا لهنا حد يعرف يقول لي ايه هي؟ اللي هي الايه؟ اتفقنا اللي هي المسافه دي اللي هي التي بلين كونكريت اللي هي ال 30 سنتي. يبقى انا عندي الحيطه نقلت للايه؟ الرينفورسد كونكريت، وبعد كده الرينفورسد كونكريت نقلتها للبلين كونكريت، وده كده خط قطع وده خط قطع بتاعي. جميل، ده الكلام ده في الايه؟ لو عايز اقطع وابص واشوف الكلام ده في الايه؟ البلان. عايزين نتكلم بقى بسرعه كده سولفد اكزامبل للوول بيرنج. هنا في السولفد ده هو مديك اركتكتشر بلان وطالب منك استراكشر بلان، طالب منك سيكشن اي اي. ايه سيكشن اي اي؟ هتلاقي ان في هنا هو اي واي، فهو عايزك تاخد كروس سيكشن هنا وترسمه استراكشر طبعا، وطالب منك بلان اوف فاونديشن. مديك ان الكلير هايت، او مش كلير هايت، مديك ان الهايت 3 متر 70، وبيقول لك ان ده كفرد تراس. يعني ايه كفرد تراس؟ يعني ان التراس بتاعك ده ليه سقف، يعني ممكن التراس بتاعك يبقى منك للسما كده مفيش سقف للتراس، وممكن يبقى ايه كفرد تراس، يعني ان التراس ده متسقف او ليه سقف. طيب لو انا عايز ارجع ارسم البلان الاستراكشر بلان، اول حاجه لازم تبقى عارفها احنا عشان نرسم استراكشرال، يبقى احنا لازم كل الاستراكشر اليمنتس تبان معايا. تمام، طيب اول حاجه لازم تعملها الاكسات، يبقى انت رقم واحد الاكسس، يبقى انت تاخد الاكسات بتاعت المعماري وتحطها ترسمها تاني. جميل كده، فانت هتلاقي ايه اللي انا هنا ده، طبعا المثال ده موجود في كتاب الليكتشر نوتس بتاع الدكتور فتحي، هتلاقوها موجوده ان شاء الله في ال ام اس. فانت هتلاقي ان في هنا اول حاجه الاكسات، ادي فيرتيكال اكسيز وادي الهوريزونتال اكسيز، والانوتيشن بتاعها مكتوب الهوريزونتال اهو كده، ده الهوريزونتال اكسيز، والانوتيشن بتاعها اللي هو خط وهكذا. رسمت الهوريزونتال اكسيز والفيرتيكال اكسيز، نعمل ايه بقى؟ الاستراكشر اليمنت اللي بعد كده لازم بنحط حاجه اسمها الايه؟ اتفقنا الهوريزونتال اليمنت اللي هو السلاب. طيب السلاب اهي اللي هي عباره عن ايه؟ بحاوط الاريا بتاعتي، يبقى انا الاريا بتاعتي كانت هي دي، فبحاوط الاريا دي بس، يبقى انا عندي دي البلاطه بتاعتي اهي اللي هي عباره عن الاريا اللي هي ايه؟ دي كلها، فبعمل خط كده ده الاريا بتاعت البلاطه. مهم جدا تبقى عارف ان انت لازم تحط تخانه البلاطه على البلاطه، اي ستراكشر اليمنت لازم تحط له دايمنشن، واتفقنا ان السلابه ليها تي اس، ليها تخانه اسمها تي اس، والتي اس اتفقنا هناخدها ايه؟ 140 مللي اللي هي 14 سنتي او بنت 1.4 متر زي ما تحب، هتلاقي هي دي القيمه اللي محطوطه هنا 140، فهي دي قيمه السلاب. بعد السلاب بنحط حاجه اسمها ايه بقى؟ انا بعد السلاب في ايه؟ لما انا اقطع وابص في ايه؟ مهم جدا لازم تبقى عارف ان احنا في الاستراكشر دروينجز بنقطع ونبص لفوق دايما، يبقى انا دايما في الاستراكشر احنا كنا متفقين في المعماري بنعمل ايه؟ بنقطع ونبص لتحت، انشائي بنقطع ونبص لفوق، لان انا لما اقطع وابص لتحت هشوف ايه؟ ما فيش حاجه هتهمني، يعني انا هبص هشوف الارضيه والكلام ده، انا عايز البلاطه. فدايما احنا متفقين كمهندسين انشائيين بنقطع ونبص لفوق واحنا شغالين كانشائي، دي حاجه مهمه لازم تبقى واخدها في اعتبارك. طيب ده كده كان حاجه كنت نسيت اقولها فقلت افكركم بيها. نرجع تاني بعد ما رسمنا الاكسات ورسمنا البلاطه، جميل، هتلاقي ده المعماري، رسمت الاكسات ورسمت البلاطه، هشوف ايه بقى العنصر اللي بعد كده؟ جميل، الحوائط الوولز، مش ده عنصر انشائي؟ ادام عنصر انشائي يبقى احطه. جميل، هتلاقي ان الايه؟ ان الوولز او الحوائط اعرف مكانها منين اهو، هي دي كده حيطه وده حيطه، وبعد كده ده كده بلكونه، هل كده يبقى في هنا حيطه؟ لا،
اعتبر ان مكان المكان لاي باب واي ويندو، لان ده مكان ضعف للحيطه، فبحطه فويد، يعني بحطه فويد، يعني بحطه اريا فاضيه، ما احطش ما اعملش انوتيشن بقى بتاع ايه، خطين خفاف وخطين تقال. ليه؟ لان هو بالنسبه لي فويد كانشاء، انا ما يهمنيش ده ايه، ده ما يهمنيش نوع الشباك ده ايه، هل هو مثلا الموتيل، هل هو بدولف، ايا كان نوع، انا ماليش دعوه. انا بالنسبه لي كانشائي باب يعني مكان فويد في الحيطه، يعني مكان ضعف في الايه، في الحيطه. فهتلاقي دايما في اي حيطه، يبقى انا عندي اهو ادي دي حيطه مثلا، هتلاقي الحيطه دي اترسمت بنفس العرض بنفس الطول، الفرق اللي انا هتشتها بالتهتيش بتاعنا احنا متفقين عليه، اللي هو خطين مسافه خطين مسافه، لان دي حيطه، حيطه من الطوب. وبعد كده هتلاقي ان مكان الشباك عمل ايه، حطيت فويد، كان في فراغ ما يقدرش ينقل احمال. جميل. ونفس الكلام عند البلكونه، جميل، نفس الكلام. هتلاقي هنا في شباك، هنا ما كانش فيه اي حاجه عشان كده ما حطش حاجه، هنا كان في شباك فحط هنا فويد، وهكذا. هنا كان في باب، هنا كان في باب، هنا كان في باب، هنا كان في باب. جميل جدا، خلصنا الحيطان. لازم ادم ده عنصر انشائي، لازم احط ابعاده. طب ابعاده ده اللي هو عرض ايه، الحيطه، البي وول. واحنا اتفقنا ان البي وول هناخدها قد ايه، ب 25 سم. يبقى احنا عرض الحته ده اللي هو ال 25 سم، فباجي بحط مثلا دايمنشن كده لاين، واقول له ان دي كده 25 زي ما هو محطوط هنا اهو، هي القيمه المحطوطه هنا. جميل. طيب العنصر اللي بعد كده اللي هو عباره عن ايه، خلاص احنا كده خلصنا الاستراكشر بلان. ما هو مش ببين فيه الفاونديشن، يعني انا قطعته وببص لتحت ببين فيه البلاطه فقط، لان انا لو قطعته وبصيت هشوف البلاطه. هل اقدر اشوف لما اقطع وسط لفوق، انا مش انا متفقين كانشائي انا بقطع وسط لفوق، فلما اقطع وسط لفوق هل انا اقدر اشوف الفاونديشن؟ لا. وبالتالي انا لما بقطع وسط لفوق خلاص انا كده بشوف ايه، بشوف البلاطه بحدودها وبشوف الحيطه. واتفقنا لازم نحط الابعاد عليها درجات بتاعت الاستكشر اليمنتس. طيب رابع حاجه ما ننساش، لازم نحط الدايمنشنز بقى. طيب احنا كول بيرنج بنحط دايمنشن ايه بقى؟ اول حاجه كبدايه كده لازم دايمنشن ما بين الاكسات، يبقى كل الدايمنشن في اتجاه الاكس واتجاه الواي دايمنشن بتاعت الاكسات، المسافه بين الاكس والاكس لازم تتحط. نفس الكلام في اتجاه الايه؟ الاكس والواي. طيب تاني دايمنشن لاين لازم احطه، هي عباره عن المسافات بتاعت اي تغير في الانشاء بتاعي. يعني دلوقتي الحيطه دي ماشيه، حصل ايه؟ تغير ان في هنا حيطه وبعد كده فجاه ما بقاش في حيطه، فايه يبقى انا عندي الحيطه ماشيه ماشيه ماشيه، فجاه حصل فويد، ضعف في الحيطه، وبالتالي احط المسافه بتاعه الحيطه وبعد كده اكمل لحد ما يحصل اختلاف تاني وبعد كده اكمل. يبقى اي مكان تغير بحط التغير الانشائي، بحط فيه الدايمنشن ده. جميل. يبقى انا عندي خطين دايمنشن، خط للسنتر لاين وخط للتغيرات اللي بتحصل في الايه، في الاستكشر اليمنت اللي هو الحيطه. جميل. طيب ممكن برضو نزود الليفل، حاجه مهمه جدا، ممكن نزود الليفل، ممكن نديله انوتيشن حاجه بالمنظر ده كده، حاجه بالمنظر ده. طيب الليفل هو عباره عن، هنجيبه ازاي بقى، هنجيبه ازاي؟ السقف، نجيب ليفل السقف ازاي؟ احنا في المعماري ده معماري متفقين، ومتفقين المعماري، متفقين المعماري بيقطع ويبص لتحت، فانا شايف الارضيه، يبقى انا عندي هو المبنى اصلا دور واحد، انا هنا في المعماري شايف الارضيه، الارضيه على منسوب كام؟ هو بص حاطط المنسوب اهو كده، المنسوب حاطط المنسوب ده على منسوب كام؟ بلس 0.30. جميل. طيب عشان اجيب منسوب بقى، يبقى انا عايز اجيب منسوب البلاطه بتاعتي، اتفقنا الانشاء بيقطع ويبص لفوق، يبقى انا شايف البلاطه اللي فوق، يبقى انا عشان اجيب البلاطه اللي فوق اعمل ايه؟ هتلاقي هو مديك هنا الهايت بتاع البلاطه، او الهايت، اسف، الهايت بتاع الدور، ارتفاع الدور اللي هو كام؟ 3 متر 70. يبقى انا اقدر اجيب دلوقتي منسوب النقطه اللي فوق اللي هي البلاطه اللي فوق ولا لا؟ ازاي؟ طبعا احنا بس بفكرك هنا، احنا محتاجين الاكسس، السلابس، الوولز، الدايمنشنز، الليفل بقى. طيب الليفل بقى نجيبه ازاي؟ نركز مع بعض، احنا عندنا الليفل هو عباره عن ليفل الارض، انا قاطع وباصص لفوق يبقى انا شايف البلاطه اللي فوق، يبقى انا عندي ليفل الارض مين اللي هو 0.3 زائد 3 متر 70 اللي هو ارتفاع الدور، كده انا جبت منسوب ايه بقى؟ لو انا 0.3 زائد 3.7 كده انا جبت منسوب، خلي بالك المعماري بيدي منسوب تشطيب،
هو مديك منسوب التشطيب اللي تحت بوينت 3، بيديك ارتفاع الدور 3 متر 70، يبقى انت لما تجمع بوينت 3 على 3 متر 70 يديك ايه؟ منسوب التشطيب اللي فوق. منسوب التشطيب اللي فوق ده اللي هو عباره عن ايه يا باشمهندسين؟ منسوب التشطيب اللي فوق اللي هو عباره عن ايه؟ تعالى بقى نفهم القصه دي. احنا عندنا لو احنا خدنا كروس سيكشن زي ما احنا متفقين، مش في هنا اتفقنا بلاطه، والبلاطه دي نزلت على مخده وبعد كده الحيطه، مين بتاع ده، البلاطه دي فوقيها ايه؟ هل احنا ماشيين على البلاطه؟ لا، احنا ماشيين على ايه؟ على تخانه، حاجه اسمها السيراميك والسويل والكلام ده. ففي هنا تخانه للسيراميك اللي احنا ماشيين عليه، يبقى انا الليفل اللي انا جبته هنا ده ليفل التشطيب، ليفل معماري الارش. انا عايز الارش، لا انا عايز الايه؟ الانشائي. طب الانشائي اللي هو البلاطه منسوبها ايه؟ هو المنسوب ده. انا لو معايا منسوب الارش هعمل ايه؟ اطرح التخانه بتاعه الفينش اللي هو البلاطه بالمونه والكلام ده، اقدر اجيب الايه؟ اقدر اجيب الليفل بتاع البلاطه. جميل، اللي هو عباره عن ايه بقى؟ الليفل المعماري بوينت 3 زائد 3 متر 70 اللي هو 4، اطرح منه 10 سم اللي هو 3 متر 90، فاكتب هنا 3 متر 90. ده كده الليفل بتاع الانشاء. ممكن تحط له عنوان للوحه والسكيل بتاعك اللي انت هترسم بيه. جميل، طبعا الرسم بتاعنا كله بسكيل. لو احنا عايزين بقى نرسم الكروس سيكشن، ادي كروس سيكشن ايه ايه، هتشوف ايه اول حاجه لازم احطها؟ الاكسات. ادي الاكسات ايه بقى؟ انا قطعت كده وبص كده، جميل. يبقى انا هشوف ايه المحاور اللي هشوفها. اول حاجه هشوف المحور ده اللي هو محور واحد على اليمين، صح ولا لا؟ اهو واحد على اليمين. بعد كده مشيت 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 مشيت، لقيت محور كام؟ محور اسف اتنين الاول، ادي محور اتنين مش موجود لان انا ايه ما عنديش اي ايه طيب المفروض يتحط، بس مش مشكله. طيب المحور اللي بعد كده ثلاثة، ادي ثلاثة. المحور اللي بعد كده أربعة، أهو أربعة. وبعد كده محور كام؟ خمسة. يبقى أول حاجة حطيت الأكسات، يبقى رقم واحد تحط الأكسات. جميل جدا. النقطة اللي بعد كده الدايمنشن، حط الدايمنشن بتاعت الأكسات بقى. هو مفيش غير دايمنشن الأكسات بس. طيب جميل، نعمل إيه بقى النقطة اللي بعد كده؟ نشوف الحاجات اللي إحنا قطعناها ونحطها. أنا أول لما قطعت هنا قطعت في إيه؟ حيطه. يبقى انا عندي محور واحد لازم اشوف حيطه، والحيطه دي انا قاطع فيها يبقى تتهشر. انا فعلا عندي حيطه اهي، والحيطه دي مهشره تهشير طوب لان دي حيطه. جميل، انا اول حاجه فوق على منسوب اتفقنا 3 متر 90، على منسوب 3 متر 90 هشوف ايه؟ البلاطه بتاعتي. يبقى انا هرسم خط كده، ده خط البلاطه، واتفقنا ان البلاطه ليها تخانه تي اس، ادي اهي التخانه بتاعتها، ادي عشان كده هي مرسومه خطين. التخانه تي اس اللي احنا متفقين اللي هي كام؟ متر 40. يبقى انا على بعد 100 متر، اسف 14 سم، يبقى انا على بعد 14 سم ده تخانه الايه؟ البلاطه. والكلام ده يتهشر تهشير خرسانه اللي هو التهشير المنتظم اللي هو 45 درجه منتظم. عند محور واحد اتفقنا ان في حيطه، هل ينفع ارسم البلاطه فجاه تنزل للحيطه؟ اتفقنا لا، في حاجه اسمها ايه؟ مخده. المخده دي هي او المخده دي هي اللي هتنقل اللود للايه؟ للحيطه. كده المخده دي تخانتها قد ايه؟ 25 سم. انت لو عشان تجيب الليفل بتاع المخده من تحت هو عباره عن ايه؟ 3 متر 90 ناقص 25 تطلع كام؟ 3 متر 90 ناقص 25 تطلع 3 متر 65. طب جميل، بعد كده هشوف الحيطه. طيب الحيطه بقى تنزل لحد فين؟ انا عندي منسوب الجراوند بوينت 3، هو بوينت 3 صح ولا لا؟ ده كده مثلا، او البوينت 3 ده الارض بتاعتي اللي انا واقف عليها. طيب انا الحيطه بتاعتي هتنزل لحد فين؟ المفروض هتنزل لحد الفاونديشن. الفاونديشن بقى بنحطها على فين بقى؟ يعني هل ينفع نحط الفاونديشن فوق كده؟ قال لك لا، عشان ما تبقاش قريبه يحصل مشاكل، تتكسر، الميه تبقى قريبه مننا، فممكن يحصل لها مشاكل. فبنبعدها، بنبعدها بنحطها على منسوب ايه بقى؟ على منسوب متر ونص، ماينس متر ونص، تاني على منسوب ماينس متر ونص. يبقى احنا عندنا منسوب الفاونديشن اللي هو القاع او البوتوم بتاع البلين كونكريت بنحطه على منسوب ماينس متر ونص. جميل؟ طيب يبقى انا عندي منسوب ده منسوب الفاونديشن. طيب منسوب الفاونديشن، الفاونديشن هيترسم عباره عن ايه بقى؟ اتفقنا ليها عرض، اتفقنا العرض بتاعها عباره عن ايه بقى؟
كان هو عرض الريفورسد كونكريت بلس ايه؟ بلس 2 تخانه الايه؟ تخانه البرين كونكريت. هتلاقي في المثال ده ان هو واخد ان العرض ده 1 متر، اتفقنا ان العرض ده هنتعلم تصميمه بعد كده، هو هنا خد في المثال ده 1 متر وخد التخانه دي 40. نرجع للقانون اللي احنا اديناه، يبقى عرض على طول البرين كونكريت هو عباره عن متر بلس 40 سم في 2 تطلع متر و80. جميل. التخانه دي اللي هي 40 سم واخدها في المثال ده 40 سم، وبالتالي ده ماينس متر ونص وده ماينس متر 10. ليه؟ لان احنا اتفقنا التخانه 40 سم، لو طرحت ده من ده يطلع 40 سم. اتفقنا ان التخانه دي 60 سم، وبالتالي ماينس متر 10 هتبقى دي ماينس 25. اتفقنا ان في 10 سم هو هنا في المثال ده واخدها 20 سم، ده اللي هو دليل المباني. وبعد دليل المباني كل كده انا رسمت كل الكلام ده، ايه اللي حصل بعد دليل المباني؟ هيحصل الاقي الحيطه بتاعتي، يبقى انا قدرت ارسم الحيطه بتاعتي. كل الكلام ده هيتعاد نفس الكلام، انا عندي هنا حيطه وعندي هنا حيطه، صح ولا لا؟ يبقى انا هشوف هنا الحيطه بالفاونديشن بالسلاب، واشوف هنا الحيطه بالفاونديشن بالسلاب، اشوف هنا الحيطه بالفاونديشن بالسلاب، اشوف هنا الحيطه بالفاونديشن بالسلاب. جميل. طيب حاجه لازم تبقى واخد بالك، احنا مش متفقين ان اي كونكشن ما بين وول وبلاطه لازم يكون ما بينهم حاجه اسمها المخده. طيب يبقى انا الحيطه دي تحتيها مخده ولا مش تحتيها؟ تحتيها. يبقى انا لو واقف هنا وببص كده هشوف المخده دي ولا مش هشوفها؟ هشوفها. انا شايف البلاطه دي بتخانه تي اس، والمخده على ايه؟ ليها التخانه اللي هي 25 سم. يبقى انا هشوف المخده اهو، فعلا اهو خط بس مش متهشره، خط بيربط من اكس 1 لاكس 3 اهو، من اكس 1 لاكس 3 اللي هو خط المخده اللي ربط الحيطه دي بالبلاطه. الخط ده انا ما قطعتش فيه لان المخده موجوده على هنا وانا قطعت هنا، فعشان كده ما قطعتش، فهتلاقي ان هنا ما قطعتش، ونفس الكلام فضلت مكمل 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 للاخر. يبقى ده عباره عن ايه؟ المسافه دي كلها 25. جميل. النقطه اللي بعد كده هتلاقي ايه بقى؟ بص يا جميل، هتلاقي ان انا لما قطعت هنا في الفاونديشن، جميل، انا قطعت هنا، اتفقنا قطعت هنا في الفاونديشن، وقطعت هنا في الفاونديشن، وقطعت هنا في الفاونديشن. الحيطه اللي هنا دي بقى ليها فاونديشن ولا مالهاش؟ ليها بيز ولا لا؟ ليها رينفورسد كونكريت وبيز كونكريت ولا لا؟ زي ما اتفقنا لازم لازم تنزل على ايه؟ على فاونديشن. تمام؟ طيب عشان كده انا هشوف ايه بقى؟ اللي انا هشوفه، انا دلوقتي عندي اهي، عندي هنا عند اكس 1 في مخده، اسف، دليل مباني وقاعده خرسانيه مسلحه وقاعده خرسانيه عاديه، مخده قاعده خرسانيه مسلحه قاعده خرسانيه عاديه. الخطوط بقى اللي انا موصل ما بينهم دي، ليه انا موصل خطوط افقيه كده؟ برافو عليك، نفس فكره المخده. عندي هنا مش في هنا برضو دليل مباني؟ على منسوب قد ايه؟ على منسوب نفس المنسوب ده. وماشي منين لمنين؟ ماشي مع الحيطه دي من الاول للاخر. صح فعلا. يبقى لازم الاقي دليل المباني ماشي كده. هل انا قطعت فيه فهشره؟ ما قطعتش فيه، يبقى انا هرسمه بالعرض اللي هو الدكتور واخده اللي هو 20 سم. ومش هرشره، اتفقنا ايه مش هنهشره ليه؟ لان احنا ما قطعناش فيه. نفس الفكره للار سي ونفس الفكره للبي سي. تلاقي هنا حاطط فتحه. ليه بقى؟ لان الفتحه هنا هتفرق معايا ولا لا؟ انا شايف الحيطه، الحيطه بتاعتي انا شايفها بس انا ما قطعتش فيها فمش مهشرها، يعني انا في هنا حيطه ليه مش مهشرها؟ لان انا ما قطعتش فيها. في هنا حيطه ولا لا؟ في هنا حيطه. هل في هنا حيطه؟ في حيطه، بس انا مرسومه بس هي بين مش يعني ما 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 مش هتتهشر لان انا ما قطعتش فيها. جميل. يبقى النقطه اللي بعد كده، الحيطه دي اتفقنا هنا الحيطه دي تمام والحيطه دي تمام. هتلاقي اللي هنا كان فيه ايه بقى؟ نرجع للمعماري، هتلاقي ان هنا كان فيه فتحه. في فتحه انا قطعت هنا. وبالتالي في هنا فتحه ايه؟ فتحه باب. جميل؟ فعشان كده هتلاقي ان في لازم يبقى ايه؟ الباب موجود، ادي ده الباب من منسوب الجراوند اهو، ده من منسوب الجراوند، ارتفاعه اتفقنا 2 متر 20، واتفقنا ان الباب والشباك بالنسبه لنا هم فتحه فويد، والفويد بنعبر عنه بايه؟ بخطين كده. تمام؟ يبقى ده معناه ان في فتحه هنا في الحيطه، يعني انا شايف الحيطه ما هشرتهاش لان انا ما قطعتش فيها، وين عندي فتحه فويد، وبالتالي حاجه بالمنظر ده. وهيبان العتب، هيبان العتب ولا مش هيبان؟ هيبان. العتب ده ايه اهميته؟ ان هو يحمل ايه؟ الطوب اللي هنا ان هو ينهار، وبالتالي ينقل الاحمال للطوب اللي هنا.
جميل، هتلاقي لازم تحط الابعاد بتاعتك ديت، لازم تحط الليفلز، لازم تحط الدايمنشنز، لازم تحط الاكسات، لازم تهشر كل الكلام ده، لازم يبقى مفتوح. فاضل معانا اخر مطلوب وهو الفاونديشن. اتفقنا ان الفاونديشن هيبقى شكلها عامل ازاي؟ فاكرين دايما الحيطه، اي حيطه تحتها فاونديشن، اي حيطه تحتها فاونديشن. طب ما احنا رسمنا الحيطان، يبقى احنا هناخد البلان ده وهنقطع، بس بدل ما كنا بنبص لفوق شايفين البلاطه، هنقطع ونبص لتحت عشان نشوف الايه الاواعي. اتوقع كده لو انا عندي الحيطه دي الفونديشن بتاعتها، اتفقنا، ارجع كده، ارجع للكام سلايد اللي فاتوا، هتلاقي اللي احنا هنلاقي المفروض في خطين حواليها، الخطين دول بيمثلوا الار سي، وهنلاقي من الحيطه دي برضو خطين كده، هتلاقي بقى بص الخطوط بقى بتتقابل، هتلاقي خطين للار سي، بيطلع الار سي حاجه بالمنظر ده، طبعا اتقابلوا خلاص، فايه يطلع بالمنظر ده. يجي يلاقي هنا الحيطة بتاعت الجزء ده، فيجي يخش كده ويجي يخش كده ويجي يخش كده. جميل، طبعا مش هتتهشر لان انا مش قاطع فيها، لو انت عايز تفتكر اهي تمام، انا كنت قطعت هنا، بقطع في المنسوب هنا وبص لتحت، انا ما قطعتش في الفاونديشن، بس انا شايف دايما ان الار سي حوالين الايه؟ حوالين الحيطه. العرض ده كله متر 20، يبقى الخط ده مر على بعد 0.6 من السنتر لاين، ومر على بعد 0.6 من السنتر لاين، ده كده الار سي. ونفس الكلام البي تي. جميل جدا، هتلاقي ان الفاونديشن بتاعتك هتطلع بالمنظر ده، هيطلع ان في هنا عرض اللي هو عرض الار سي، وفي هنا عرض البي سي، ودايما بيسلموا لبعض كده الار سي، من هنا لهنا ار سي، شايف دايما بيسلموا لبعض، ومن هنا لهنا البي سي، ودايما بيسلموا لبعض، اهو ماشيه مع بعضها تمام. ترسم كده، هتلاقي ترسمها ازاي، من السنتر لاين ده هتاخد عرض البي سي على الاثنين، ادي جبت اول خط، بعرض البي سي على الاثنين جبت ثاني خط، يبقى انا عندي خط كده افقي وخط كده افقي، المسافه ما بينهم هو بي بتاعت الايه؟ البلين كونكريت. نفس الكلام بالفيرتيكال ده، يبقى انا عندي خط هنا البلين كونكريت وخط هنا البلين كونكريت، تلاقي ان هم عملوا المربع ده، والمربع ده كده المربع ده، ونفس الكلام البلين كونكريت يفضل مكمل حاجه بالمنظر ده. طيب النقطة بعد كده يا شباب، بعد كده طبعا احنا قاطعين في الحيطة، عشان كده هتلاقي ان احنا مهشرين الحيطة. طيب طبعا احنا واخدين بالنا ان النقطة اللي هنا دي ايه؟ برافو عليك، ده سويد مفيش أي حاجة. النقطة اللي هنا ده ايه؟ برافو عليك، بين كونكريت. النقطة اللي هنا الأر سي، النقطة اللي هنا ده الحيطة تمام؟ هتبدأ تكمل بقى البلان، تحط بقى الايه، طبعا ما تنساش الأكسات، ما تنساش الدايمنشن، بس كده. خد بالك هتلاقي ان في بعد ما بترسم كده، هتلاقي ان في ايه؟ هتلاقي هنا نطلع كانتليفر كده. ايه لازمه الكانتليفر ده؟ ايه لازمه العنصر ده كده؟ ده شايل ايه؟ لو في هنا سور وهنا في سور، لان احنا اتفقنا هنا في تراس، يبقى هنا بيبقى في سور وهنا في سور، وطبعا السور ده مش انشائي عشان كده ما هشرهوش، اي حاجه مش انشائيه مش هيهشرها. فاهم كده؟ وبالتالي السور ده لازم ينزل على فاونديشن، فعشان كده ايه؟ حاطط لها زي سمل، مطلع سمل من هنا ونطلع تميل بالمنظر ده. فاهم كده؟ ده كده الايه؟ النقط المختلفة. أتمنى إن الموضوع كان واضح. إن شاء الله هنكمل في السكاشن. لازم تذاكر كويس قبل السكشن بتاع الأسبوع الجاي إن شاء الله. بالتوفيق، اللي عنده مشكلة يكلم مندوب الدفعة، وأنا إن شاء الله هتواصل معاه. ربنا يوفقكم إن شاء الله.